معانا من خلال التليفون الكاتب الصحفي والروائي الأستاذ عبد الرحمن حبيب، وهو من الكتاب الشباب وطبعا قارئ لأعمال الكاتبة هان كانغ الفائزة بجائزة نوبل 2024. هنعرف منه أكتر معلومات عن جائزة نوبل، وهنعرف منه أكتر معلومات عن فكرة ترشح كاتبة آسيوية للفوز بالجائزة. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء النور، أهلا بحضرتك معانا النهاردة. أهلا بيك. يهمني أعرف منك الأهمية التاريخية لجائزة نوبل للأدب. طبعا جائزة نوبل أعرق جائزة موجودة، لأن هي الجائزة الوحيدة في العالم اللي بتعطي الجائزة عن الأدب المكتوب بكل اللغات في العالم. بينما مثلا هنلاقي جائزة مهمة تانية زي جائزة بوكر بتمنح جوائزها للكتاب باللغة الإنجليزية، وأغلب الجوائز بتمنح للكتاب باللغة الإنجليزية. فدي حاجة متفردة في جائزة نوبل، إن هي بتمنح لكل الأعراق وبتعطي جوائزها لكل الناس في اللي عايشين على وجه الكرة الأرضية. الحاجة التانية طبعا زي ما حضرتك عارفة إنه الجائزة دي من 1901. والجائزة دي كرست لكتاب كتير جدا في القرن العشرين، يعني الجائزة دي لما حد بيفوز بيها نجمه بيلمع والعالم كله بيعرفه. ايوه، زي ما حصل طبعا مع أديبنا الكبير الراحل نجيب محفوظ طبعا، اللي العالم كله عرفه بعد جائزة نوبل سنة 1988 طبعا، وكثير من الكتاب. طبعا فاز بالجائزة السنة دي الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ. ازاي بتشوف فوز هان كانغ بجائزة نوبل للأدب السنة دي، واهم ما يميز كتابتها، واهم ما يميز الكتابة الآسيوية كمان بشكل عام؟ هان كانغ فوزها يعتبر مفاجأة. والمفاجآت دي حاجة معتادة في جائزة نوبل، يعني دايما كل الناس بتحبس أنفاسها قبل نوبل عشان عارفة إن إيه هي المفاجأة اللي هتحصل يعني. فالمفاجآت عادة بتتكرر وبتحصل، وكتير بيبقى فيه مفاجآت وناس من بره الصندوق وناس من خارج التوقعات. وزي ما حصل مع هان كانغ السنة دي، كان المرشحة الأبرز هي الصينية كان شي وي، وكان الكلام كله على حاجتين. الحاجه الاولانيه انه الجائزه او الاكاديميه السويديه عايزه تطلع بره اوروبا وعايزه تروح ناحيه اماكن جديده وبالتحديد اسيا. اوكي، فكان الكلام كله على اسيا. اوكي، ولكن كان شوي هي المرشحه الابرز، ولم يكن احد على الاطلاق بما فيهم حتى الكتاب المتخصصين في الصحافه الثقافيه يتوقعوا ان هان كانغ بتفوز، لان هان كانغ اولا هي كاتبه صغيره في السن الى حد ما، وبالاضافه لكده كمان اعمالها لسه ما بداتش تتعرف الا من يمكن 10 سنين بفوزها بالبوكر 2016 على دوائتها النباتيه. جميل جميل، انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا عن طريق التليفون الكاتب عبد الرحمن حبيب، وان شاء الله نشوف حضرتك قريب في الاستوديو.